اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. الاستاذ طه عزت مدير المسابقات برابطه الانديه المحترفه، مشرفني منورني حبيبك. تنسيف ربنا يخليك، شرف ليا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. دخلت امتى بقى المجال وقصتك ايه وايه الموضوع؟ 2008 كان انشاء الرابطه في الامارات. بدات معاهم كبدايه، كنت سكرتير لجنه المسابقات. بعد كده تدرجت بقى في الموضوع لغايه ما جيت 2015، بقيت مدير اداره المسابقات من 2015 لغايه 2023 تقريبا. ف 15 سنه تقريبا. كنت مدير لجنه مسابقات؟ مدير هناك بيسموها مدير اداره المسابقات والعمليات، لان هناك حتى الاوبريشن او شغل العمليات او الامور التنظيميه في الملعب. يعني حضرتك كنت شغال مع الحاج عامر حسين السنين دي كلها؟ في الامارات انا. في الامارات، لكن هنا؟ لا هنا لا، انا لسه نازل من الامارات من سنه تقريبا. يعني اول ما نزلت ما اشتغلتش مع الحاج عامر؟ لا لا، قالوا لي ان انت السنه اللي فاتت كنت موجود. لا 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 لا، لا. انا لسه مسكت تقريبا من في شهر اكتوبر اللي فات، قبل الوضعه بتاعت دوري نايل وكاس الرابطه. ف ده اللي انا اشتغلته في الرابطه من 9/10 تقريبا. كل الناس بتتكلم ان المكان ده مكان يعني اموره صعبه دايما في مجال الانتقاد. حاج عامر دفع فيه فاتوره كبيره، الراجل بصراحه بذل مجهود كبير جدا في السنين اللي فاتت، ولكن الناس دايما كانت بتتكلم على المؤجلات والازمات والقصص والمشاكل. كنت بتشوفها ازاي؟ دايما انا اقول الشخص اللي مش موجود جوه المطبخ او جوه المنظومه من الداخل ما يقدرش يحكم. لكن لما تيجي تشوف انت عملت ايه، او لما جيت شفت الوضع كان ايه، في امور انا بشوفها ان انت هي خارجه عن ارادتك، وفي امور ممكن ما كانتش مقصوده فادت لده في الاخر. يعني انت النهارده لما تيجي تقول تاجيلات مثلا، طب النهارده هل انت كنت مجبر على التاجيلات دي ولا لا؟ طيب انت اصل عشان اللائحه مثلا كانت بتقول 3 ايام واربع ايام او اسبوع قبل، فطب انت ليه حطيت اللائحه دي؟ يعني ممكن يكون في الاساس، طبعا انا ما كنتش موجود وما كنتش موجود وقتها لما هم حطوا السبب، بس كان ممكن يكون الانديه كانت بتطلب اسبوع مثلا على سبيل المثال، فراح هو حاطط اربع ايام. فلما جه حط اربع ايام لقى ان الـ في الباك تو باك في الدوري ابطال افريقيا اللي هو بيلعب اسبوع وبيلعب الاسبوع اللي بعده، فالايام بتبقى مضغوطه، فيلاقي نفسه مش عارف ياخد الثلاث ايام او الاربع ايام راح. فبقت الماده اللي محطوطه بدل ما هي تكون بتساعدك بقت هي مضره ليك، فممكن يكون دوت. لكن في الاخر اكيد النتيجه بالنسبه من الناحيه التسويقيه، من الناحيه التنظيميه، اكيد كانت المنتج في الاخر ما كانش جيد. لان انت النهارده في الاخر بدات في شهر 9 تقريبا ونهيت في 30/8، فانت خدت 11 شهر. الافريج العالمي في القصه ديت انت بتتكلم من 8 ل 10 ل 9 شهور. فانت النهارده ليه؟ لان انت بيسيب هو بعديها 3 شهور تقريبا عشان الراحه السلبيه للاعبين، علشان يبتدي يعمل البري سيزون المعسكر للفرق علشان يقدر يبتدي الموسم اللي بعده. فده ما كانش بيحصل، وللاسف ان ده حصل على مدى 3 مواسم ورا بعض. فحصل في المرحله الاخيره او في الموسم الاخير ان الناس كلها بدات تشتكي من القصه دي. فبس في الاخر انا طبعا انا ما كنتش موجود، ما اقدرش اعرف، ما اقدرش احكم على الداخليات طالما انا ما كنتش موجود في المطبخ. بس انت شايف الوضع دلوقتي، يعني الوضع دلوقتي الناس بتتصور ان انت جيت الامور سهله، هي حلتها، عايزين جدول مجموعه، عايزين جدول ثابت اتفضلوا، منتظم اتفضلوا، مفيش مؤجلات اتفضلوا. طيب هي الفكره ان انت اشتغلت على الادوات، يعني بعيد عن ايه اللي كان موجود. انا لما جيت عملت ايه؟ انا اشتغلت على ادوات. اول اداه لازم اشتغلت عليها كانت اللائحه. فعدلنا في لائحه المسابقه، غيرنا لائحه المسابقه ان بقت مسابقه الكاس منفصله عن مسابقه الدوري. حاولنا ان احنا نتلافى الازمات او المشاكل اللي كانت بتحصل في السنين، او كنا نسمع عنها في السنين اللي فاتت. ليه؟ يعني على سبيل المثال موضوع لائحه العقوبات. لائحه العقوبات دلوقتي هي مفصله لكل حدث بيحصل بيجي لك، انت تقدر على اساسه تكيف بناء على اللائحه، تقدر تطلع العقوبه بكل سهوله. امال هي كانت ايه؟ كانت من والى. يعني النهارده الموضوع كان مثلا على سبيل المثال
ان ارتكاب سلوك غير رياضي. طب السلوك غير الرياضي دوت من 20,000 مثلا ل100,000 او من ماتشين لست ماتشات. فدلوقتي لا، دلوقتي ايه هو نوع السلوك الغير رياضي اللي ارتكبه اللاعب، سواء ضرب، اعتداء، محاوله اعتداء، لكم، اعتداء على حكم، محاوله اعتداء على حكم. كل عقوبه دلوقتي بقت مفصله. انت واجهت صعوبه في ان انت تحط الحاجات دي؟ اعتقد كانت الصعوبه في الوقت، بس كانت الصعوبه في الوقت. انت حطيتها في 5 دقائق، انت ما لحقتش. وقت ايه؟ لا لا لا، اللائحه؟ لا 10 دقائق. يعني 3 ساعات. خدت تقريبا. لا، هو الطبيعي بتاخد وقت كتير يعني، ولكن انت كان عندك الاساس يعني. يعني اللوائح، لما جيت اشتغلت على اللوائح، انا عارف لائحه الامارات كانت بتقول ايه، عارف لائحه السعوديه بتقول ايه. فتحت لائحه الانضباط بتاعت الاتحاد الدولي، فتحت لائحه الانضباط بتاعت الاتحاد الاوروبي. يعني قصدي ان انت حضرتك عملتها في قد ايه الشغل ده كله؟ خد تقريبا 15 يوم. 15 يوم عشان تحط نظام للكره المصريه؟ لا، خلينا نتفق على حاجه. عشان نحط نظام للكره المصريه، انت لازم تحقق تحط حاجات كتيره خاصه بالكره، مش لائحه بس. ودي للاسف هنا كانت من الناس كانت دايما تقول اداره المسابقات بتعمل جدول. لا، هي مش بتعمل جدول بس، انت بتشتغل على التطوير، بتشتغل على الاليه. بامانه الدعم اللي لقيته ده برضه بيكون سبب من اسباب النجاح. الدعم اللي لقيته من مجلس اداره الرابطه برئاسه النائب احمد دياب او من الانديه كمان، كان دعم مطلق. يعني انا بدات اول حاجه عملتها ان انا عملت ورشه عمل لمدراء الكوره في الانديه، قعدت اناقش معاهم اللائحه. الناس اللي بتسمعنا يا كابتن، ده كله ما اتعملش ليه؟ ما هو الانديه دعم على طول، والرابطه كانت داعمه، واحمد دياب كان موجود وداعم يعني، ومجلس اداره داعم. قصدي السيستم ده ما اتعملش ليه؟ ليه ما اتفصلتش من الاول؟ ليه كنا بنقعد فتره تايهين في حاجات كتير؟ والله ما اعرفش، لان ما كنتش موجود. انا حاسب او على الوقت اللي انا موجود فيه. طيب، لان برضه ما اقدرش احكم على حد وانا ما كنتش موجود، ما اعرفش ايه الداخليات اللي كانت. طيب، في مباريات حتى الان عقوباتها ما طلعتش؟ لا، بالنسبه لنا احنا. انا هقول لحضرتك. اوكي، تمام. بس اللي فاتت. اوكي. فهتيجي النهارده انت حضرتك ماسك، هتيجي واقعه شبيهه تحصل. حلو. هتوقع عقوبه ازاي؟ في السنه دي؟ هي اللائحه اللي عندي دي عممت امتى؟ عممت يوم القرعه اللي هو يوم 19. كابتن، انا عندي حضرتك ماتش الاهلي وبيراميدز والمصري والزمالك. صحيح. حاجات ما طلعتش. هيجي واحد يعمل نفس القصه، هتعاقبه وزميله اللي عمل بيلعب جنبه؟ لان النهارده لجنه المسابقات او اداره المسابقات في الرابطه هي مسؤوله من باللائحه بتاعتها، بلائحه العقوبات ديت، مسؤوله من تاريخ 19/10، من تاريخ تعميم اللائحه على الانديه فيما يخص الموسم الحالي. يعني حضرتك داخل ما قلتلهمش يا جماعه بعد اذنكم انا بعمل توصيه ان العقوبات دي تطلع، لان انا حاجه اوقع عقوبات على الناس، هتقول لي احنا يا عم اصلا اللي فات ما شفناهوش. دي خاصه. بس خلينا نتفق على حاجه، انت اي عقوبات خارجه من لجنه الانضباط انت مجبر على تنفيذها، ودي نقطه ثانيه. فانا النهارده لو العقوبات دي طلعت وطالعه بناء على قرار من لجنه الانضباط بعد تعميمها او الموافقه عليها بالمجلس، هو ليه حضرتك اصلا العقوبات دي راحت للانضباط؟ لو اتكررت العقوبات دي هتوديها للانضباط ولا تاخد فيها قرار انت؟ لا، موجوده عندي في اللائحه فمش هوديها. الحاجه الوحيده اللي انا اوديها لو حاجه مش موجوده عندي في اللائحه او حاجه ما تخصش احداث المباراه. يعني على سبيل المثال، يمكن في نقطه حصلت فيها جدل الفتره اللي فاتت لما كنا بنتكلم في قصه ان انا بعتمد على الشريط الرسمي للمباراه، لان انا النهارده مش جهه قضائيه اقدر، ما عنديش خبره يقدروا يحللوا الفيديوهات اللي بتطلع من الجماهير مثلا. فانا النهارده مين اللي يقدر يحلل الموضوع دوت او يخاطب الجهات الرسميه في الدوله؟ هي لجنه الانضباط. في الحاله ديت لو جات لك الشكوى، يا انت بتحولها لجنه الانضباط، يا اما النادي ممكن يرفعها دايركت للجنه الانضباط. يعني ايه حضرتك لو يعني ايه الشريط الرسمي للمباراه؟ اوكي، عشان نوضح النقطه دي، انا عندي حاجه اسمها النقل التلفزيوني اللي هي 90 دقيقه اللي الناس كلها شايفاها. تمام. في حاجه اسمها الشريط الرسمي للمباراه، الشريط اللي بيطلع من عربيه النقل. عربيه النقل انا عندي مثلا على سبيل المثال في 12 كاميرا في الملعب. اوكي. احنا الكاميرا اللي بتبقى منوره. حدي حضرتك مثال. قول لي. جال حضرتك الشريط وبعد الماتش في 2 لعيبه اتخانقوا مع بعض، واحد لعيب قام مسك واحد رنوا علقه في الملعب، واحد بكاميرا قام مصور ومبعتين لحضرتك الفيديو. واحد بكاميرا من الجمهور. من اي حاجه، مصورين من اي حد. طيب حضرتك تقدر تاكد لي ان الفيديو دوت سليم مش ملعوب فيه؟ حضرتك تقدر تاكد لي بتاريخ الفيديو ده؟ ما تقدرش.
عشان كده احنا بنرجع مين اللي يقدر ان يحدد ان الفيديو دوت ملعوب فيه او لا، او الفيديو دوت تاريخه ايه، ساعتها دي بيكون مع جهات اخرى من لجنه الانضباط. عشان كده انا بعتمد على تقرير الحكم، تقرير المراقب، والشريط الرسمي للمباراه من الجهه الرسميه او من الناقل الرسمي للبطوله. حمايه الحكم وظيفتك؟ حمايه الحكم هي وظيفته هو لا لو تعرض لخروج عن النص. طبعا طبعا، لان موجوده في اللائحه. النهارده احنا عندنا اللائحه العقوبات، لو حضرتك شفتها هتلاقيها متفرقه متقسمه، عقوبات على الحكام، بعد كده العقوبات على او فيما في الاحداث اللي تخص الحكام، في الاحداث اللي تخص اللاعبين، في الاحداث اللي تخص الانديه، وفي الاحداث اللي تخص الجمهور، وبعد كده في الاخر الامور الخاصه بالتنظيم. الواقعه بتاعت الاهلي وبيراميدز والزمالك والمصري لو حصل التاني تصنيفها عندك ايه في العقوبات دي؟ ايه الواقعه اللي حصلت؟ يعني انا النهارده لما اجي اقول دفع الزمالك والمصري كان دفع، والحكم كتب تقرير ان حصل دفع من المدرب. الدفع اعتقد بيبتدي من 6 أو 8 ماتشات تقريبا. يعني بيبتدي من 8 ماتشات؟ طبعا دفع الحكم. احنا كنا بنتكلم دفع الحكم. احنا بنوصل خلي بال حضرتك من نقطه، انا عندي محاوله اعتداء على حكم، عندي اعتداء على الحكم، عندي اعتداء على الحكم باصابات طفيفه لم تمنعه من استكمال المباراه، عندي اعتداء على الحكم باصابات بليغه تمنعه من استكمال المباراه. فانت النهارده كل حاله ديت هي مصنفه وفقا للائحه ووفقا لعدد المرات. يعني الحاله دي اقل حاجه فيها 8 ماتشات تقريبا. طب وموقف الاهلي مع بيراميدز؟ موقف الاهلي مع بيراميدز كان ايه الحاله؟ كان مروان تقريبا يعني كان تجاوز بعد الماتش وكده، بس ده مفيش فيلم بقى، مفيش حاجه في الحاله دي تروح انضباط. طالما ما عنديش بيها لا وقع، لا تقرير من حكم المباراه، ولا تقرير من المراقب، ولا تقرير من او مش موجوده في التلفزيون الرسمي او في الشروط الرسمي للمباراه، ساعتها لازم تروح انضباط. ما اقدرش اخد فيها قرار. لازم تروح للانضباط. طبعا، لان انا ايه الايفيدنس؟ احيانا في جمله الناس بتقولها بس انا مش فاهمها، يعني يقول لك ايه حصلت الحاله، انا كلجنه المسابقات وديت للانضباط. اوكي. دورك خلص ولا حضرتك متابع ان القرار يطلع؟ في الطبيعي لا، هو خلاص دوري خلص لغايه ما استلم القرار من لجنه الانضباط عشان اطبقه. لكن انا النهارده مش طب ما طلعش القرار. ما طلعش القرار، ممكن في الطبيعي ممكن تخاطب اتحاد الكره ايه اللي حصل في القرار دوت. ممكن تخاطب، لان خلي بال حضرتك من النقطه، لجنه الانضباط هي لجنه شبه قضائيه، فالمفروض حتى ان هي ما فيش حد ليه سلطه عليها. فممكن هو يقول لك في بيحصل في دوريات ثانيه ان بيكون ليها اجتماعات اسبوعيه. دي نقطه ثانيه، يعني لجنه الانضباط في 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 الدوريات العربيه اللي حوالينا، احنا على فكره عندنا لجنه انضباط قويه ومحترمه جدا جدا جدا، مليون في المية. مليون في المية طلعوا قرارات. دي مليون في المية. مليون في المية طلعوا قرارات. لا، مليون في المية محترمه. اي لا طبعا، مليون لا في المية. لا، اللي طلعوا قرارات. مليون في المية طلعوا قرارات. طبعا انا برضه هنا بترجع للنظام الاساسي. انت المفروض، انا ما اعرفش ليه هنا القرارات بتطلع لاتحاد الكوره عشان يعتمدها. انت اوريدي في لجنه انضباط، وبعد كده في، لو الانديه هتعترض على لجنه على القرار بتاع لجنه الانضباط، في لجنه استئناف. فانت في الحاله ديت ممكن النادي او اللاعب يستأنف على القرار الخاص بالايقاف او العقوبه اللي طلعت. لكن انا بصراحه ما اعرفش فعلا النظام الاساسي هنا اتعمل. يعني هل المؤتمرات بتخضع لحضرتك؟ يعني طلع مدرب قام متكلم مثلا في مؤتمر على الحكم؟ طبعا بتخضع لك. طبعا، ولو عمل مداخله في برنامج وتجاوز في حق الحكم، مداخلة فيما يخص محيط الملعب ولا بعد المباراة؟ بعد المباراة. لا، بعد المباراة المفروض انت في الحالة دي بتاخد لجنة الحكام، بتاخد القرار او الفيديو دوت وتشتكي للجنة الانضباط على المدرب دوت. لكن انت النهارده انت لجنة المسابقات هي بتشوف الامور الخاصة باحداث المباراة، الخاصة بيه قبل وبعد واثناء المباراة. لكن اي حاجه تانية حصلت بعد كده، مين الجهه المتضرره في الحاله دي؟ لجنه الحكام. لجنه الحكام من حقها بتاخد الفيديو اللي حصل فيه السب دوت، وبترفع شكوى ضد المدرب في لجنه الانضباط. جائزه احسن لاعب في المباراه الاستوديو. اوكي، الاستوديو. طبعا هي عشان بس نوضح النقطه ديت، عشان حصل فيها جدال الفتره اللي فاتت. النهارده في محللين قاعدين في الاستوديو، صحيح؟
في لجنه فنيه هم بيرشحوا لهم الاسماء. اللجنه الفنيه ديت على اساسها بتبتدي تخاطبنا احنا كاداره مسابقات علشان نعلن عنها. لكن لان هي الفكره كمان كانت فين كابتن سيف، ان انت النهارده محتاج حد يكون موجود في كل الاستوديوهات اللي موجوده، ففي مباريات مستحيل ان انت يبقى في لجنه واحده هي اللي تقدر تشوف كل المباريات اللي موجوده في الدوري. فالمحللين بيرفعوا الاقتراحات للجنه الفنيه، واللجنه الفنيه بيكون قرار ليها، بتبعت لنا الاسم احنا بعد كده بنخاطب بيه. يعني في لجنه فنيه الناس في الاستوديو بيبعتوا لهم، انتوا على جروب واحد بالظبط، هم بعد كده ياخدوا القرار بالظبط. عملت اختبارات للمراقبين فعلا؟ اه، ودي حاجه مش انا عملت ورشتين عمل للمراقبين، غيرنا طريقه اليه العمل بتاعتهم تماما. بعد كده يعني دلوقتي المراقب بيروح قبل المباراه بثلاث ساعات، عملت له حاجه زي تشيك ليست، انت ايه الواجبات بتاعتك من اول ما توصل للملعب لغايه بعد انتهاء المباراه. كان في عملت لهم حاجه خاصه زي كاونت داون، سواء للمباريات اللي هي الساعه 5 او للساعه 8، كل دقيقه هتعمل ايه، ويوزعها كمان في غرف الملابس بتاعه الفريقين. وبعد كده انت النهارده عايز تقيم الناس اللي موجودين ديت على اساس ان انت تقدر تطور في المنظومه. كان اختبار كان اعتقد من يومين تقريبا، هو اختبار في اللائحه. يعني انت النهارده كمراقب ايه الواجبات اللي انت بتقوم بيها، دي موجوده في اللائحه صح؟ فقلت لك على سبيل المثال كم عربية إسعاف بتكون موجودة في الملعب؟ طيب المفروض إن هم عربيتين إسعاف. طيب بيوصلوا إمتى؟ واحدة قبل ساعتين، واحدة قبل ساعة. طيب الإجراء اللي أنت بتقوم بيه، إزاي بتفتش على سيارات الإسعاف؟ إزاي لو سيارة اتأخرت أو عربية اتأخرت، أنت النهاردة أنت النهاردة لو عربية اتأخرت وجت بداية المباراة زي ما حصل في ماتش فاركو إنبي، ما هو قدامنا على الشاشة. صحيح صحيح. اللي حصل في الحالة ديت، إحنا عندنا العربيه جت بس كانت، احنا بنقول عربيتين، عربيه فيها معدات وعربيه كانت فاضيه. فانا النهارده العربيه اللي كانت فاضيه ديت بالنسبه لي قلت لهم ان هي اكنها ما جتش، لان لو عربيه فيها ما فيهاش معدات يبقى العربيه بالنسبه لي ما لهاش قيمه، او لو السواق مش موجود هي ما لهاش قيمه، لو المسعف مش موجود هي ما لهاش قيمه. فهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها. فالنهارده فانت المفروض كمراقب ايه الاجراء اللي انت هتاخده؟ لازم تبقى عارفه صح ولا غلط. فانا النهارده قلت لك ايه الاجراء عشان اعرف انت عارف ولا لا. لما اجي اقول لحضرتك، لقيت ناس كتير عارفه، لقيت ناس كتير مؤهله حقيقي. شوف، هو انا ما اقدرش الوم عليهم، يعني انا دلوقتي هي مش دي اجابتي. اوكي، انا ما لومتش عليهم. لا، انا بتكلم في لقيت ناس كتير مش عارفه. للاسف. يعني انا النهارده تقريبا صححت نص الاوراق، يعني لا، في محتاجين. وانا قلت لهم الكلام ده، وانا بامانه يعني الموضوع انت عندك دول اهم عنصر بالنسبه لي انا كمدير اداره المسابقات عشان اتعامل بيه. ادنتوا عادل محفوظ في الواقعه الاخيره؟ طيب، هي القصه مش قصه ادانه على قد ما هي انا النهارده طلبت ان انا اعرف ايه اللي حصل. تمام. عرفت من اطراف مختلفة. طلبت استاذ عادل، كابتن عادل، قلت له احنا بكرة انا عندي شكوى رسمية فيها 1 2 3، فهنقعد بكرة الساعة 3 العصر وعلى الاساس دوت عشان نشوف احنا بنتحقق من الواقعة. تمام. قال لي تمام. جينا تاني يوم قلت له ميعادنا ان شاء الله الساعة 3، فساعتها قال لي لا، انا شايف ان انا ما عملتش حاجه غلط، وانا بعتذر عن ان انا اقدر اجي. وبصراحه هو اعتذر بشكل محترم جدا يعني، وحتى بعد مقابله حضرتك امبارح مع المداخله هو كلمني في التليفون. فانا بالنسبه لي في الحته دي انا شفتها ان هو يعتبر هو فرض في حقه. ليه؟ لان انا النهارده لما اعرف من حضرتك ايه اللي حصل ويجي الطرف الثاني ما قاليش ايه اللي حصل، فانا في الحاله دي بس حضراتكم اخذتوا قرار ان الراجل عمل غير لائق او مش ده المظبوط يعني البيان بتاعكم واضح. صحيح. طب انا تصرف غير لائق، في تصرف غير لائق حصل. اه، يعني انا النهارده لما اقول لصحفيين لا والله
مش عاجبك اطلع بره مثلا على سبيل المثال. ده بالنسبه لك حضرتك تصرف لائق ولا غير لائق؟ غير لائق. طب انا النهارده لما الصحفي قال كده تمام وانت ما نفذتش ده لان حضرتك ما خضعتش للتحقيق، يبقى انا النهارده اعمل ايه؟ انا بالنسبه لي بقى كلام الصحفي مصدق. وفي نفس الوقت علشان برضه ما اظلمش حد انا رحت لكذا حد كان موجود من اطراف تانية وسالته وتاكدت وسالتهم وتاكدت ان الموقف ده حصل. فالنهارده تاني حاجه، مين ادى لحضرتك التعليمات الخاصه؟ يعني الحكم ده كان جزء في المباراه. يعني حضرتك بتؤكد ان الحكم اصلا انا قلت له كده امبارح. صحيح. عادل حبيبي يعني. وانا وبالعكس انا بقول لحضرتك كابتن عادل شخص محترم جدا 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 جدا, جداً, جداً, جداً. تمام. ولكن برضه خلينا نتفق على حاجه، انا سالته قلت له مين اللي قال لحضرتك ده؟ فقال لي والله دي التعليمات السابقه ان احنا ما بنجيبش سيره الحكام. تمام. ورحت سالت كذا مراقب راح قالوا لي فعلا كده. رحت انا في نفس الوقت بعت على جروب المراقبين اليه التعامل المراقبين في المؤتمر الصحفي. دايما في نفس الورشه اللي حصلت ديت كنت انا قلت لهم المراقب ما ينفعش يخش لا في جدال ولا في نقاش، لان انت موجود عشان تراقب وبتتاكد ان كل الامور تسير وفقا للوائح. صح. ليه ما تحطش نفسك دايما، لا تحط نفسك في مشاكل مع جهاز فني واداري، لا تحط في نفسك مع صحفيين. ليه؟ لان انت النهارده ما تضمنش رد الفعل وما تضمنش الحاله النفسيه يعني انت على سبيل المثال جهاز فني وانت خسران واخر خمس دقايق وانت رايح تقول له على سبيل المثال اقعد. هو طبيعه الجهاز الفني كمان اي مدير فني ما تسالنيش ما تقوليش ما تعملنيش. خلي 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 المدرب ما يجاوبش. تمام. صح. ما انا قلت له كده امبارح والله. في عندك لائحه بتكتب في تقريرك، انا دايما اقول لهم كده اكتب في تقريرك وبناء على اللائحه بنشوف احنا اذا كان هو اخطا ولا لا المدرب. صح. او ان هو كان الامور ديت كان المفروض يجاوب عليها او لا. وبعد كده هل ممكن نشوف المؤجلات اللي شفناها قبل كده؟ السنه دي احنا عملنا حاجه جديده. ان احنا المؤجلات كانت بتحصل ليه؟ عشان الفريق عنده بطوله فيقول لك اجل لي. طيب احنا عملنا ايه بقى؟ احنا الكاف السنه دي هو عنده ماتشين باك تو باك اللي هم اسبوعين ورا بعض، وبعد كده عنده ثلاث ماتشات باك تو باك. اوكي. احنا حطينا في اغلب الماتشات بتاعه بطوله افريقيا حطينا كاس الرابطه. فحطيناها هي في الاسابيع اللي هي بتكون ما بين بطوله افريقيا. وده لسببين. اول سبب علشان ما اضطرش ااجل دوري، وفي نفس الوقت علشان ما اضرش الانديه اللي ما بتشاركش في البطولات الافريقيه، لان انا النهارده برضو ال 14 نادي ايه ذنبهم ان هم يقعد 19 يوم ما يلعبش عشان الانديه بتلعب في بطوله افريقيا. فانا هنا حطينا احنا كاس الرابطه، وفي بس جوله واحده اللي هي هتكون في الجوله الثامنه، واحنا اوريدي حطينا في اللائحه. يعني لا يوجد مؤجلات ان شاء الله الا اذا، يعني انا في مؤجله هتحصل. ليه؟ النادي الاهلي كان عنده بطوله افريقيا 13 ديسمبر. في الفيفا انتر كونتيننتال عنده ماتش يوم 14 ديسمبر. فاكيد الكاف هياخد الماتش بتاعه، وهو حتى على الموقع الرسمي بتاع الكاف حط تي بي سي هياجله. هيحطه فين؟ ممكن يحطه في مكان خاص بمسابقه الدوري. ففي الحاله ديت ساعتها تضطر تاجل. شرفتني ونورتني حبيبي كابتن سيف. حضرتك بتشتغل لوحدك ولا مع لجنه؟ في لجنه وفي اداره، يعني في استاذ عمرو حجازي موجود في اللجنه موجوده. وغير ان احنا بنشتغل يعني كفريق عمل واحد، وفي مجلس اداره الرابطه بنرجع لهم كمان في الامور الخاصه باللوائح او القرارات الزياده. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في القادم، وكل التوفيق للرابطه ان شاء الله باذن الله. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا، بشكر طبعا استاذ عزب، بشكره شكرا جزيلا. لا بس تقلقش هتطلع مع بعض. بشكره شكرا جزيلا. دي الفقرة الثانية في فقرتنا القادمة بعد الفاصل. الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بعد الفاصل.